أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب
وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا نساء لستنك أحد من النساء كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Dengan berakhirnya lantun dari Qori Teki 112 untuk sementara musabaqah skor kembali. Insyaallah musabaqah akan dilanjutkan pukul 19.30.